في سنة 1903 في مدينة ميلواكي كان بدأ تصنيع وسائل النقل في أمريكا زي العربيات والموتوسيكلات وكمان القطارات، وساعتها معظم الأراضي الزراعية كانت بتتجهز عشان تبقى تتعمل طريق للسكة الحديد، وده خلى كل ملاك الأراضي الزراعية يبيعوا أراضيهم بالغصب، ومن ضمنهم مزارع اسمه وولتر ديفيدسون. وفي نفس الوقت بنقابل اتنين صحاب بيبقوا عمال في مصنع من المصانع ومهتمين جدا بصناعة العربيات ووسائل النقل. الأول هو بيل هيرلي، شاب طموح جدا ومعاه صاحبه أرثر ديفيدسون اللي دايما بيبقى واثق إن صاحبه هيوصل للعالمية، وهما الاتنين بيبقوا أصحاب من أيام ما كانوا أطفال. في يوم أرثر بياخد بيل من إيده كده وبيروحوا يتفرجوا على عرض في المدينة، عشان العرض بيبقى فيه موتوسيكلات وحركات بقى وشغل كده، وكان عايز يوريها يعني البيل. ولما بيوصلوا عرض كل الناس بتبقى مركزة مع البنت اللي بتقدم العرض ما عدا بيل، كل اللي شغله هو الموتوسيكل اللي على المسرح. وبعد العرض بيقترح أرثر على بيل وبيقوله ايه رأيك نجيب موتور موتوسيكل ونركبه في العجلة اللي معايا دي، بس بيل بيقوله هي فكرة حلوة وكل حاجة، بس مش واخد بالك اننا مش لاقيين ناكل يا اسطى. فبيتجهوا بتصميم الموتور بتاعهم وبيطلعوا بيه على شخص اسمه جو ميركل بيصنع موتوسيكلات، وبيعرضوا عليه شراكة التصميم، بس جو بيحس بالإهانة لما بيلاقي اسمه مكتوب في الآخر على التصميم، فبيرفض الشراكة واللي هو روحوا لعبوا بعيد يا ابني انت وهو. وبعدها بيقرروا يعملوا موتوسيكل خاص بيهم هم، بس للأسف بيبقى ناقصهم حاجات كتير جدا من قطع الغيار، فبيروح أرثر يشتغل في مصنع قطع غيار سيارات وموتوسيكلات عشان يعني يسرق له كم قطع كده يمشي بيهم حاله. ولما أرثر بيسرق قطع للغيار بيرجع بيهم على بيل وبيبدأ الشغل، ويوم بعد يوم وبيفضل أرثر يسرق من المصنع لحد ما بيقفشوا مشرف الورشة وبيهينوا وبيضربوا قدام كل العمال، بس اهي ضربة تفوت ولا حد يموت، وكله يهون يعني عشان أرثر يوصل اللي هو عايزه. أما بيل فبيفضل يشتغل على الموتوسيكل بقطع الغيار اللي أرثر بيجيبها له كل يوم، لحد ما في يوم الموتوسيكل بيجهز وبيشغلوا المحرك عشان يطلعوا بيه، بس المحرك بينفجر والخطة بتبوظ. بس بعدها بيل بيقترح على أرثر ان هو يكلم اخوه الكبير وولتر ويطلب منه ان هو يساعده في مشروع الموتوسيكل ده. وبعدها بيج بيل اخو وولتر وأرثر الكبير بيتجوز، وفرح وولتر اخوه بيروح يوجب معاه، وساعتها أرثر بيتكلم مع اخوه في المشروع فبيلاقي وولتر موافق على الفكرة وبيقول لأرثر يوديه الورشة عشان يشوف الموتوسيكل اللي هم عملوه. بس لما بيوصل الورشة وولتر بيبقى فاكر انهم مظبطين موتوسيكل اكتر من كده وبيحس باحباط، بس بما انه يعني كان شغال في مصانع محركات سكة الحديد عارف بقى وفاهم في الكلام ده، فبيبص على التصميم كويس وبيلاقي مشكلتهم في المحرك، فبيقترح عليهم يعمل لهم محرك زي اللي في الجرارات بتاعة المزارع. وبعدها بيفضلوا يحاولوا يظبطوا كده في الموتوسيكل كده يمين وشمال لحد ما بيخلصوا شغل عليه اخيرا. وبنشوف وولتر وهو بيجرب الموتوسيكل في المدينة وفي غابات ميلواكي ومتحمس اكتر لما الموتوسيكل بيمشي عادي، فبيروح لأرثر فورا وبيقوله انه عايز يشاركه في المشروع ده ومش مجرد يستثمر وخلاص، بس أرثر بيقوله والله على عيني بس دي فكرتي انا وبال يعني، لكن وولتر بيفضل يغلس عليه لحد ما بيوافق أرثر على الشراكة. ودلوقتي وولتر بيقترح عليهم انهم يزودوا سرعة الموتوسيكل شوية، فبيقول لهم انه هو هيزود الفلوس شوية عشان يقدروا يجيبوا محرك اعلى بحيث يعمل موتوسيكل سريع ويمشي في اي مكان ويستحمل اكتر. وفي المشهد ده بتحصل حاجة بتخلي الموتوسيكل يعطل من تاني فبيعطل المشروع كله يا سادة. بنروح لبيل وبنتعرف عليه اكتر وبنعرف ان هو شخص ذكي جدا وجاي من عيلة فقيرة، بس عيلته بيبقوا بيحلموا ان بيل يكبر ويدخل الجامعة ويتعلم ويرفع راسهم، فبيقدم بيل في جامعة ويسكونس وبيتقبل، واول ما جواب القبول بيوصلوا البيت بيروح بيل ينسحب من المشروع وبيقول لأرثر وولتر انه دلوقتي هيركز اكتر مع عيلته ودراسته. ودلوقتي وولتر بيبقى عايز يحل مشكلة الموتوسيكل العطلان، فبيطلع على جو ميركل عشان يجيب منه قطع غيار الموتوسيكل، فبيدي عم ميركل القطعة وبيروح وولتر فورا يصلح الموتوسيكل، لان جورج هنادي صاحب شركة تصنيع وسائل نقل بيبقى عايز يزود انتاج شركته، فكان بيدور على عمال يصنعوا الالات دي. جورج هنادي بيزور مدينة أرثر وولتر عشان يشوف عمال،
بيبقوا عايزين ينتهزوا الفرصة ويبهروه بشغلهم. وبيجي الوقت اللي جورج هنادي بيعلم فيه عن مسابقة عشان يختار منها اللي هيشتغل عنده، بس الانبهار ده بيقلب معاهم بكارثة لما المحرك بيولع قصاد الناس، وبنعرف ان جو ميركل باع لهم حاجة مضروبة. وساعتها جورج هنادي نفسه بيبقى واقف كده يتفرج على أرثر وولتر وهم بيطفوا الحريقة، وهنا هما الاتنين بيتأكدوا انهم محتاجين بيل جدا ولازم يرجع يشتغل معاهم على المشروع. بس بيل وقتها بيبقى مشغول في دراسته وشغله اللي بعد الظهر في المطعم عشان يقدر يكفي نفسه وأهله. وفي يوم بيل بيقابل أولاد صاحب شركة فورد للعربيات، وبيعرف منهم انهم بيخططوا يفتحوا شركة جديدة خاصة بيهم هما. وساعتها بيعرضوا على بيل ان هو يشتغل عندهم في الشركة الجديدة دي. وهنا بنشوف وولتر وهو رايح محل جو ميركل عشان ياخد منه حساب المحرك، بس وقتها بيقابل ايدي هاشا واحد من الشغالين عند ميركل. وساعتها ايدي بيبقى عارف ان ميركل رجل شراني وما بيحبش الخير لحد، فبيزعل على اللي حصل مع وولتر. وبعدها بيدي وولتر بديل سليم للقطعة المضروبة اللي اخدها من ميركل. بس وقتها وولتر بياخد باله ان ايدي حد شاطر جدا في شغله، فبيقول له ايه رأيك لو تشتغل معانا على المشروع بتاعنا. بس حتى بعد ما بينضم لهم ايدي بيبقى في مشاكل في النموذج اللي بيعملوه، وبيبقوا لسه محتاجين باش مهندس بيل عشان يحل لهم الحوار ده. فبيقرر وولتر واخوه انهم يروحوا يزوروا بيل في الجامعة عشان يتكلموا معاه. بس وقتها بيتفاجئوا لما بيلاقوا بيل واقف مع العيال بتوع فورد، فبيداوا منه وبيحسوا انه غدر بيهم وبيمشوا بيسبوه. ودلوقتي السباق بيبدأ وبيفتتح الحدث طبعا جورج هنادي، وبنشوف المتسابقين اللي كل واحد فيهم جاي عايز يحقق ذاته وحلمه. بس وقتها بنشوف بيل وحبيبته وهم رايحين يحضروا السباق عشان بيل يشجع فريق أرثر وولتر. بس أول ما أرثر بيشوفه بيطير وراه وبيقول له مش عايز أشوف وشك. ولما السباق خلاص هيبدأ وكله هيجهز، جورج هنادي بيلاحظ إن عربية أرثر وولتر مش مطابقة تماما للمواصفات، فبيستبعدوا من المسابقة فورا. لكن أرثر وولتر بيضايقوا ما بيبقوش عايزين يسيبوا المسابقة، بس صاحب المسابقة نفسه هو اللي بيقرر القرار ده، محدش يقدر يعترض. فبنلاقي بقى وولتر قرر ان هو يشارك في السباق بطريقة تانية، وانه يطلع بره مسار السباق خالص ويسابق ويستعرض مهارته وبالموتوسيكل بتاعه كمان. فبيطلع وولتر ومش هم ولا مكسب ولا خسارة، وبيحط في دماغه انه بس عايز يعمل حركتين كده قدام الكل ويبهرهم. فبيكمل السباق وبيعدي بين الحواجز عشان يوصل، وبالفعل بيقدر وولتر يوصل اول واحد وبيفوز بالسباق بطريقته. ساعتها بينبهر واحد صاحب شركة عربيات في امريكا الشمالية بالعظمة اللي ديفيدسون بيعملها، وبيروح يعرض عليهم ان هو ينتج لهم كميات كبيرة من الموتوسيكل بتاعهم كنوع من انواع الدعاية لشركته. بس بعد أسبوع بنلاقي صاحب الشركة ده باعت شيك $1,000 لأرثر وولتر، وبيقولهم يشوفوا حالهم، يعني كان وعد في شنك. بس وقتها بيستثمروا الفلوس دي في شركة صغيرة، وبيخلوا أخوهم الكبير باك بيل هو مديرها. وبعدها بيبدأوا يبنوا مصنعهم الصغير واللي سموه ديفيدسون وأولاده. أما بيل فبيبقى ثبت رجله مع صحاب شركة فورد، وكمان بيعرضوا عليه بقى كبير المهندسين في الشركة الجديدة اللي هيفتتحوها، وفوق كل ده هيدفعوله مصاريف آخر سنة في الجامعة. فبيتبسط أهل بيل جدا وبيقولوله يوقع العقد معاهم. لكن بيل بيبقى زعلان إنه نفسه يفتح مصنع ليه أو يبقى مدير في الشركة حتى، مش مجرد عامل. بس في الآخر بيوقع العقد مع عيلة مايسن صحاب شركة فورد. وفي المشهد ده بيل بيروح لبيت أرثر صاحبه عشان يسلم عليه قبل ما يمشي. بس وقتها بيل بياخد باله من كل التطورات اللي بتحصل، والموتوسيكل اللي كان أرثر بيمسك فيه وبيقول له إنهم هيفتحوا شركة باسمهم ومحتاجينه معاهم، وإنهم هيعملوا حاجة كده ليهم وباسمهم هم. فبيقتنع بيل أخيرا وبيلاقي أرثر حط اسمه جنب اسم عيلته، وبكده الشراكة بتبقى رسمية. وكده بيل بيفكس لعقده مع عيلة مايسن وبيحطم أماله وطموحات عيلته لأنهم شايفينه وبيضيع مستقبله بإيده. بس بيل بيقول لهم إنه مش صغير وإنه أخد قرار مش هيندم عليه. ومن يوم ما بيل بقى بينضم لشركة ديفيدسون وهي أحسن وبتعلى أكتر وأكتر. في المشهد ده بنقابل إلي صحفية شغالة في مجلة أطلس في مدينة ميلواكي،
واللي بتبقى ضد الموتوسيكلات والدراجات النارية عموماً، لأنها شايفها وسيلة نقل خطرة جداً. وكمان بنعرف إن تبقى إيلي تبقى مرات أرثر، وفي الوقت ده بيل ما بيبقاش شاغل باله غير بتطوير المحركات، وبيوصل لقطعة جديدة ممكن تحسن من كفاءة محركات الموتوسيكلات اللي بيصنعوها. وساعتها بيقرر بال وأرثر وولتر إنهم يعرضوا القطعة دي في مسابقة أندورو اللي هتتعمل قريب، وبيبقوا متحمسين وشايفين الاختراع ده هيخلي محركاتهم تتشهر أكتر. وهنا بيجي يوم المسابقة اللي هتحدد الموتوسيكلات والمحركات الأقوى اللي تقدر تمشي في غابات ميلواكي من غير ما تعطل. بس وقتها بال وديفيد سونز بيبقوا مستهدفين كده شخص اسمه بريستون كينج، واللي يبقى ماسك شركة كبيرة في أمريكا الجنوبية المرة دي. وهنا بيوصل جورج هينادي للمسابقة وبيتفاجأ لما بيشوف فريق هارلي ديفيدسون. ودلوقتي المنافسة بتبدأ بين المتسابقين، واللي لازم يعدوا في الغابة ويفلتوا من كل الطرق المش ممهدة بالمرة، واللي مليانة بيرك مية وصعبة جدا. ولما السباق بيبدأ بنشوف فريق هارلي والفريق الهندي هما اللي مكتسحين وبينافسوا بعض، رغم ان المنافسة بتبقى جديدة ومش زي بتاعت اخر مرة خالص. وده لان المنافسة حرة، واللي عايز يوقع حد يوقعه. فبيقع وولتر من على الموتوسيكل بتاعه بعد ما بيخبطه المتسابق الهندي، فبيرجع لخط البداية من تاني عشان يعالج اصابته ويرجع من جديد. لكن لما الكل بيشوف وولتر وهو مصاب وحالته حالة، بيطلع مكانه ايدي المتسابق البديل. بس وولتر بيصمم ان هو اللي هيكمل السباق وهو اللي هياخد حقه وينتهي من متسابق الفريق الهندي. وبالفعل بيرجع وولتر ساحة المعركة وبيقابل المتسابق الهندي، فبيقرر ينتقم بقى وبيقوم يديله بالرجل وبيوقعه من على الموتوسيكل، وبيكمل هو طريقه لحد ما بيوصل لخط النهاية وبيفوز. وساعتها جورج هينادي بيبقى بيعمل دعاية لشركته وبيعرض عروض مغرية على التجار اللي جايين يشتروا، فبيقدر يكسبهم كلهم تقريبا. وده بيخلي شركة هارلي تقع في السوق حتى بعد ما وولتر بيفوز بالسباق، زاد بقى بسبب خباسة جورج هينادي وانه قدر يخطف كل الزباين. فبدأ وولتر من اللي جورج هينادي عمله، وبيقوم ضربه قدام الصحافة وكمان بريستون كينج، وشكله بيبقى وحش جدا والكل بينتقده. وبسبب السمعة اللي بقت زي الهباب بتحقق شركة هارلي ديفيدسون مبيعات قليلة جدا، على النقيض طبعا من شركة جورج هينادي اللي وقع ولا 100 عقد بيع. وبعدها بنلاقي أرثر متضايق من اللي أخوه عمله، وبيقوله إنه سوق صورة الشركة وبس. لكن وولتر مبقاش ندمان أبدا، وبيقوله بالعكس، ده أنا كده ممكن أبقى عملت حملة تسويقية هايلة جدا للموتوسيكلات بتاعتنا، عشان إحنا رجالة جامدين جدا وجامدين قوي. لكن أرثر بيفضل مصمم إن وولتر بوظ الدنيا، وبيقوله إن المبيعات مش هتكفي حتى يشغلوا أنوار الشركة الفترة اللي جاية. وساعتها بال وبيجبال أخو وولتر بيبقوا رأيهم رأي أرثر، فبتقوم بينهم خناقة كبيرة بسبب اللي حصل. بس وقتها أمهم بتبقى موجودة وبتبعدهم عن بعض وبتقول لهم يغزوا الشيطان، بس في الآخر الدنيا بتهدى وبيرجعوا يتصالحوا وبيضحكوا مع بعض. وهنا التسويق لشركة هارلي بيبقى صعب شوية بعد ما شركة جورج هينادي بتكتسح في السوق، بس لحسن حظهم بيلاقوا مسابقة جديدة هتتعمل في ساحة الفيلودورم، وكمان بيتبني 30 مكان تحت اسم موتور درومز، واللي من المفترض ان شركة هارلي هتنافس شركة جورج هينادي. ودلوقتي بال وأرثر وولتر بيبقوا بيسمعوا قواعد المسابقة، واللي بتنص على ان لازم المحركات تكون من نوع معين بيوصل سرعة الموتوسيكل 100 ميل في الساعة الواحدة، وكمان ممنوع استخدام الفرامل بتاتا. بس ساعتها الكلام ده ما بيعجبش أرثر، وبيقرر ان هو مش هيشارك في المسابقة المجنونة دي. بس وولتر بيبقى ليه رأي تاني وبيقول له ان دي الفرصة الوحيدة عشان شركتنا تظهر والناس تعرفنا اكتر. فبيفضلوا يعني يتجادلوا هما الاتنين لحد ما بيمسكوا في بعض، لكن ايدي بيهدي الدنيا كده وبيقول لهم انه ممكن يضحي ويشارك هو في المسابقة. لكن وولتر بيبقى عايز يعمل ده بنفسه، فبيرفض اقتراح ايدي. بس وقتها ايدي بيتحمق وبيقول لهم انه موهبة مدفونة وانه مش واخد حقه معاه، فبيقرر يستقيل وبيسيبهم وبيمشي. وبعد شوية جدال وخناقات ملهمش معنى، بيعمل وولتر اللي في دماغه وبيروح المسابقة. وفي السباق وولتر بيتفاجأ انه هيتنافس مع ايدي اللي قرر ينضم لفريق جورج هينادي. ولما السباق بيبدأ بنشوف وولتر وهو بيعاني مع المحرك وبيحصل كام انفجار كده صغيرين، لكن بيكمل عادي. اما ايدي فبيبقى مشغول بفكرة انه هو يغلب وولتر اللي منعه من انه يحقق حلمه كمتسابق وخلاص.
وبعد شوية انفجارات كمان في موتوسيكل وولتر بسبب المنافسة الشديدة اللي بينه وبين ايدي، فبيقع وولتر من على موتوسيكله، فبيسبقوا ايدي وبيبقى مبسوط ومتكيف كده عشان قدر يعدي وولتر، لدرجة انه بيتلهي عن الطريق وما بيشوفش الموتوسيكل اللي متدغدغ قدامه، فبيتفاجأ ايدي وبيحاول يتفاداه وهو على اعلى سرعة، لكن برضه بيخبط في السور، وبسبب الخبطة الجامدة دي ايدي بيتكل على الله وبيموت وقتي. وفي جنازة ايدي كل عيلة ديفيدسون بيبقوا حاضرين، اما وولتر فبيبقى حزين على صاحب عمره اللي مات، حتى لو كانوا اخر فترة بيتخانقوا كتير، فبيفضل بقى يشرب عشان ينسى، وساعتها بيطردوا ارثر من الجنازة عشان كده ما يصحش. وبعدها بيتم تقييم المسابقة، فبيقرروا صحاب شركة هارلي انهم مش هيشاركوا في اي مسابقة تاني، لما المديرين اللي بيبقوا بيدعموا الشركة هيفضلوا يزنوا عليهم يرجعوا في قرارهم ويشاركوا. وساعتها وولتر بيبقى جاب اخره من ارثر، وحتى مش قادر يتجادل معاه في حاجة تاني، حتى هو متأكد ان السباقات دي هي اللي هتوصل الشركة للعالمية وهتزود مبيعاتها كمان. وبعدها ارثر ما بيهداش، وبيفضل يدور على حلول وطرق تخلي مبيعات شركته تعلى من غير اي مخاطر، فبتجيله فكرة ان هو يعمل نادي محبين شركة هارلي، وبيروح سوق مؤسسة العامة وبيعرض عليهم فكرة محرك للبريد السريع. وفي الوقت ده وولتر وارثر بيتجوزوا اخيرا. وفي المشهد ده بيصادف وولتر مجموعة شباب عاملين سباق وسط الغابة عشان يقيموا قدراتهم في سواقة الموتوسيكلات في الطرق الصعبة، فبتيجي فكرة كده مجنونة على بال وولتر، وهي انهم يعملوا مسابقة برعاية شركتهم، هدفها انهم يختبروا قوة المحركات دي. بس ارثر وقتها بيفضل متشائم من فكرة السباقات بوجه عام، ولسه شايف انها خطر. ولما جورج بيحضر الحدث بتاع مصنعين الموتوسيكلات بيعلن استقالته كرئيس مدير شركة الموتوسيكلات الهندية، وفي الوقت ده بيعلن كمان اسم الشخص اللي هياخد مكانه، وهو واحد اسمه راندال جيمس. والناس اللي في شركة هارلي بيبقوا عايزين يقابلوا جورج هينيدي، بس في الاخر بيلاقوا قدامهم رئيس جديد في الفريق المنافس بتاعهم، وراندال جيمس بيقعد يتريق على موتوسيكلات هارلي وبيقول انها ما شاركتش في اي سباقات تانية، واختاروا انهم يعملوا موتوسيكلات غريبة. فولتر بيستغل الفرصة دي عشان يخوف بيها راندال جيمس، وبيقولوا انهم بنوا ماكينة جديدة ولقوتها عالية جدا، فارثر بيتحدى الموتوسيكلات الهندية قدام الكل في سباق في الحلبة، وبيحط $1000 كرهان على ان موتوسيكلات هارلي هتهزم الموتوسيكلات الهندية في الحلبة الصعبة دي. وراندال بما انه يعني الرئيس الجديد بيكون محتاج يحافظ على مركزه، فبيقبل التحدي طبعا. وبكده فريق هارلي بيخرج من المكان بسرعة عشان بيفكروا يعني في طريقة يبنوا بيها محرك مش موجود لسه، وطريق لسه ما تبناش اصلا. وبعدها بيبدأوا يستعدوا للحدث اللي جاي على قد ما يقدروا، وبال بيكون مطلوب منه ان هو يصمم ماكينة تقدر تمشي على طريق طينة واسفلت مليان مطبات، ماكينة قوية جدا يعني من الاخر مفيش زيها. وبعد كده وولتر بيبدأ يدور على سواقين يركبوا الموتوسيكلات، وبيختار في الاخر راي ويشار، متسابق خبير واللي معروف عنه ان هو حريف جدا في السباقات العادية. وبعد كده السباق بيتعمل في حلبة سافانا، وبنلاقي ان كل الفرق الكبيرة مشاركة فيه زي الفرق الهندية، وراي المتسابق بتاع شركة هارلي بيكون منبهر جدا بقوة الموتور الجديد. وفي وسط السباق شيران بيرنز بيدخل حلبة السباق وبيتنافس مع المسابقين، وعشان يعمل مشاكل راي بيزقه وبيبعده عن الطريق وبيخليه يقع، بس لحسن الحظ الولد بيتصاب اصابات بسيطة. وفي اخر السباق فريق هارلي بيفوز ضد الهنود بس بالمركز الثاني، لان اللي بيفوز بالمركز الاول هو فريق النجارة. ومن بعد السباق ده نزلت مبيعات موتوسيكلات هارلي بتزيد بنسبة 6% في وقت قصير جدا، وعشان كده ارثر بيتحمس ان هو يكمل في السباق طريق الطينة، وعشان يحققوا زيادة اكتر في المبيعات مطلوب منهم انهم يحسنوا من مستوى السباق كمان. وهنا بيفكروا انهم يفتحوا كابينة مشاريب مجانية ويخلوا فيها واحدة كده تهتم هي بالضيوف المهمين والصحافة، وبكده أرثر بيبدأ يغطي على عالم الموتوسيكلات بطريقة مميزة. ودلوقتي بيبقى كل اللي عايزه هو أنه يجمع فريق هارلي، وما بيبقاش بيدور على أبطال متسابقين وبس، ده كمان بيبقى بيدور على شكلهم حلو وهم راكبين الموتوسيكلات بتاعته. وفي يوم والدنيا بتمطر جامد بقى، وبيتفاجئوا لما بيلاقوا واحد كده واقف قدام المصنع وبيعمل حركات محترفين بالموتوسيكل بتاعه، والشخص ده بيطلع شريمب بيرنز، ولا بيبقى عامل حاجات كده غريبة في نفسه، وبيقول للمسؤولين اللي في شركة هارلي ان الاسبوع اللي جاي هيبقى عنده 17 سنة. بس ارثر مش بيعجبه اسلوبه،
عشان بيحس ان هو رخم، بس وولتر بيحبه جدا وبعدها بيوافق ان هو يشغلهم من غير ما ياخد رأي الباقي. وبعد كده في سنة 1916 في كانساس بنشوف السباق اللي بعده، والمنافسة بتكون شديدة جدا، وبيحضرها المسؤولين بتوع كل فريق. ومش كده وبس، ده كمان بيجوا الضيوف المهمين لزي المجلس التمثيلي ومسؤولين البنوك والصحافة بيجوا يغطوا الحدث المهم ده. وكمان الحدث بيشعل الأكتر لما فريق هارلي بيجوا من قبل ما السباق يبدأ. في الوقت ده شيمبر بيرنز بيقعد يرخم على زمايله قبل ما السباق يبدأ، براي عشان أكبر منه مش بيعجبه الأسلوب ده وطريقته معاه في الكلام، فبيمسك في خناقه وبيبقى هيمد إيده عليه لولا أن أرثر بيجي يفصل ما بينهم. وبعدها السباق بيبدأ أخيرا، والتلات فرق الكبار بيرجعوا يتنافسوا مع بعض من تاني. بس بعد كده المنافسة بتصفصف على الفريقين هارلي ديفيدسون والهنود، عشان المتسابق بتاع فريق النجارة بيقف وسط السباق. وقتها شريمب بيستغل فرصة دي وبيفضل ماشي على خط مستقيم بالموتوسيكل بتاعه وبيغلب المتسابق بتاع الفريق الهندي اللي قدامه، وبكده فريق هارلي بيفوز في السباق بالمركز الأول والتاني، واللي بيحتلوه شريمب بيرنز وراي وإيشار. وشريمب بيكون فرحان جدا بفوزه، فبيروح يقف قدام الجمهور وهم بيسقفوا له وبيحيوه. فراي وإيشار بيحس بغيرة فبيتعصب وبيقوم نطط عليه وضربه، هو بيتخانق معاه قدام الكل. وقتها واحد من الصحافة بيقول على فريق هارلي انه هو فريق مفكك مش فريق سباق. وبعد السباق فريق هارلي بيحتفل بفوزه، وشريمب بيرنز بيجوا معاه خنزير صغير كده كمواعدة السلام بينه وبين راي وشار. وفي الوقت ده أرثر بيقول لهم ان هو مصمم ياخد السباق ده في حتة تانية خالص من بين السباقات، وده مش بينافس بس الخبرة، لا وكمان بينافس الخبرة في البيع بتوع الفريق كشركة موتوسيكلات كبيرة. واليوم ده بيكون يوم حماسي جدا لكل اللي في الفريق عشان يكملوا في تطوير ونجاح الماركة بتاعتهم في صناعة موتوسيكلات في أمريكا. بس فرحتهم ما بتدومش كتير، لأن بعدها بكم يوم مدير الشركة الهندية بيجيله ضيف مهم جدا، الراجل اللي كان الأول يعتبر خصم قوي جدا للشركة الهندية شريمب بيرنز. وبنعرف إن راندل هو اللي عزمه وطلب يقابله، وراندل بيكون باين من كلامه معاه إنه مهتم جدا بأدائه، وشريمب هو كمان بياخد باله من ده. وعشان كده شريمب بيدخل في الموضوع على طول وبيسأله عن الزيادة اللي الشركة الهندية هتقدمها له لو انضم ليهم. وبعد كم يوم في مقر شركة هارلي الكل بيبقى رايق وبيشتغل عادي خالص، لحد ما بيجيلهم طرد مبعوث من نجم السباق شريمب، وهو مرجع الزي بتاع فريق هارلي وعليه ريشة كده بتدل على انه هو انضم للفريق الهندي. والسباق اللي بعد كده بيتعمل في ناجفل، والمنافسة بتكون شديدة بين الفريق الهندي وفريق هارلي، والمتسابق الرئيسي بتاع فريق هارلي بيغلط متسابق الفريق الهندي، وبكده شريمب هو اللي بيفوز بالسباق. بس في السباق اللي بعده اللي بيتم في تولسا فريق هارلي هو اللي بيفوز، وفي وقت السباق السنوي الفريق الهندي وفريق هارلي بيهزموا في بعض. وفي السباق اللي بيتعمل في ريتشموند فريق هارلي هو اللي بيفوز برضه، وراي وشار بيجيب خنزير على المسرح عشان يغيظ بيه زميله القديم شريمب. وفي السنة دي وولتر بيخلف كمان وبيجيب ولد. وفي سنة 1917 مكتب هارلي بيتصدم من خبر ان الحكومة الامريكية عملت قانون جديد بيقول ان الرجال اللي عندهم 18 لحد 31 هيدخلوا الجيش. وفي الوقت ده امريكا بتبقى هتشارك في الحرب العالمية الاولى، وعشان كده هارلي بتبقى مهددة بانها تخسر معظم الموظفين بتوعها. وفترة الحرب دي كمان بتحط حد معين لاستخدامات البنزين الضرورية قوي، ومنعته يعني على الاستخدام الترفيهي، وده معناه ان السباق من ضمن الانشطة اللي مش مهمة، وان رخصة السباقات هتتلغي، وده معناه ان المصير بتاع الموتوسيكلات هينتهي في المستقبل. فولتر بيقترح عليهم انهم يتعاونوا مع الجيش عشان اللي على الاقل يحافظوا على انتاجهم. بس في الوقت ده بيل اللي مش بيهش ولا بينش بيتدخل بقى وبيعترض على الفكرة دي. وبنعرف بعدين ان بيل هارلي عنده اخ اكبر منه اسمه جو، واللي كانوا واخدينه يعني معهم في الحرب، وراجع بقى ومتأثر ومصدوم اللي شافه، ودلوقتي هو محطوط كده في مصحة للناس اللي عندهم اضطرابات عقلية، وبيل بيروح يزور اخوه دايما. وفي الوقت ده بيل بيحكي له عن اللي بيحصل بره في العالم، وبيحكي له عن اللي بيحصل كمان في الحرب. ولما بيسمع باللي بيحصل في هارلي والمفاجأة ان جو بيدعمه وبيطلب منه كمان انه يعمل حاجة يساعد بيها اصحابه في ارض المعركة،
وفي المشهد اللي بعد كده اتنين من المسؤولين بتوع أكبر الشركات الموتوسيكلات في أمريكا، شركة هارلي والشركة الهندية، بيعملوا اجتماع مع قوات مسلحة الأمريكية والجيش الأمريكي، وبيقول لهم إنهم محتاجين 40,000 موتوسيكل، وبيطلبوا 25,000 من الشركة الهندية و 16,000 من شركة هارلي. وآرثر بيستغل المناسبة دي وبيقدم لهم تصميم الموتور اللي هيستخدموه في الجيش الأمريكي، وبيقول لهم إنه موتور متصمم مخصوص للتعامل مع ظروف الحروب، وبيقولوا له كمان إنهم محضرين طرد فيه فيديوهات شرح مجاني للجيش الأمريكي عشان الجنود يتعلموا إزاي يستخدموا موتوسيكلات هارلي، واللي فيه كمان شرح مفصل لإزاي الجنود يقدروا يصلحوا الموتوسيكلات بتاعتهم بدل ما يستنوا التقنيين يجوا يصلحوهم. والعرض ده بقى بيلفت انتباه جنرال جدا، خصوصا ان فريق الشركة الهندية مش بيكون عامل اي عروض ولا بيقدم حاجة للجيش، وشكلهم كده زي ما يكونوا مستنين العقد يخلص قبل ما يبدأوا شغل اصلا. وبسبب العرض التقديمي بتاع ارثر، الجنرال بيغير رأيه تماما، وبيقول لهم ان طلبات الموتوسيكلات هتتقسم عليهم بالنص، دول 20 ودول 20. وبيطلع ان فكرة الشرح دي كانت فكرة عفوية طالعة من ارثر، لان وولتر ما بيكونش عارف حاجة عنها خالص، هو أول مرة يسمع الكلام ده. وبعد الاجتماع ما بيخلص، أرثر بيقوله إن الفكرة دي فكرة افتتاحية لعيد ميلاد شركة موتوسيكلات هارلي، وبيقوله كمان إنه بيتمنى إن بعد ما الحرب تخلص الجنود يرجعوا بيوتهم وهم حابين موتوسيكلات هارلي بعد ما يكونوا تعودوا عليها. وبعد كده الحرب العالمية الأولى بتخلص في سنة 1918، والأمريكان وقتها بيبدأوا ياخدوا نفسهم وبيتمنوا إن الوضع يرجع لطبيعته بعد ما أخدوا فترة طويلة بيعانوا. وفي الوقت ده التوقع لأرثر كان متوقعه حصل. في الوقت اللي الجيش الألماني استسلم فيه، بيلاقوا صورة لجندي أمريكي قاعد على موتوسيكل هارلي، والصورة دي بتنزل في الصفحة الأولى في الجرايد. وبعدها بكم يوم بيجي لهم جندي في المكتب بتاعهم وبيقول لهم هو قد إيه حب الموتوسيكلات بتاعتهم، وبيقول لهم إن الموتوسيكلات بتاعتهم ساعدت القوات بتاعته في وقت الحرب، وبعدها بيدي العلم بتاعه ليهم، واللي بيكون مبعوت لهم هدية من كل الأعضاء كعلامة امتنان ليهم. وفي الوقت ده الصحافة كمان بتقول إن موتوسيكلات هارلي بقت أكبر شركة موتوسيكلات في أمريكا، وفترة الحرب دي كانت عبارة عن مكسب وفوز كبير لشركة هارلي ضد الشركة الهندية اللي وقتها ما بيكونش باين ليها أي أثر. بس راندل جيمس ردا على الهزيمة دي مش بيرد على اللي حصل بأي مبادرة إيجابية ولا حاجة، وكل اللي بيعمله هو إنه بيبقى مركز إن هو يلاقي طريقة يأذي بيها شركة هارلي. وبعدها بنعرف ان هو اشترى كل انواع موتوسيكلات هارلي اللي في السوق، وبعدها بيفكهم كلهم عشان يدور على اي غلطة او اي عيب في الموتور. وبعد كام يوم بيجي جواب مهم جدا على المكتب في شركة هارلي، واللي بيقول انهم ارتكبوا جريمة في حقوق الملكية بسبب استخدامهم لاجزاء مفككة في الموتوسيكلات بتاعتهم. والجواب ده بيكون بالنيابة عن شركات موتوسيكلات كتير واللي حاسين ان اجزاء كتير مسروقة في موتوسيكلات هارلي من غير اذن. وبيل بصفته مدير الانتاج بينكر كل الاتهامات دي، وبيقول ان كل الاجزاء اللي مستخدمينها في منتجات هارلي من انتاجه هو، بس بيلاقوا ان في نقط ضعف خلت الشركات التانية تتهمهم الاتهامات دي، وهي انه طول العشر سنين اللي فاتوا دول هو ما طبعش ولا حاجة من منتجاته دي. وبعدها الشركة بتستشير محامين، واللي بيقولوا لهم انهم يخسروا فلوس كتير في القضية دي، وان ممكن الشركات التانية ما تقدرش تثبت الاتهامات دي، بس وقتها ده هيكلفهم فلوس اكتر. وفي المشهد اللي بعد كده أرثر بيكون قاعد يحسب كل احتمال، وبيلاقي ان في الاخر كل ده هيخليهم يخسروا فلوس الشركة، وسواء كسبوا او خسروا القضية في الحالتين هم يخسروا بتاع 300,000 دولار، وطبعا ده رقم ضخم جدا. وحتى لو كسبوا هيضطروا يواجهوا حوارات المحكمة، واللي هي كمان هتخليهم يخسروا فلوس كتير. وفي اللحظة دي بيل بيحس بالذنب، وبيكون جاهز ان هو يسيب الشركة عشان يتبقى لهم يعني على الاقل اسم الشركة، بس الاخين ديفيدسون بيرفضوا الفكرة دي، وبيقولوا انهم محتاجين يفوزوا سوا كمؤسسين شركة هارلي، وانهم حتى لو هيخسروا هيخسروا سوا بالنيابة عن اسم هارلي ديفيدسون. وبيل بيكون محبط جدا من اللي حصل ده، ولما بيرجع البيت مراته بتحاول دايما على قد ما تقدر انها تواسيه وتساعده يعني يتخطى نوبات القلق اللي بتحصل له دي. وبعد كام يوم أرثر وبيل بيبقوا لسه داخلين المكتب، وبيجيلهم خبر بأن وولتر قرر ان هو ما يروحش المحكمة وانه هيدفع تمن الأضرار. وبدل ما يفضلوا بقى يتعاملوا مع مشاكل ملهاش لازمة، وولتر بيختار ان هو يتخطى اللي حصل ده حتى لو ده معناه ان هو يبدأ من الصفر. وبعدها بيوريهم النموذج الأول اللي بنوه لموتوسيكل هارلي ديفيدسون من 20 سنة
في الورشة بتاعتهم، والموتوسيكل ده بيكون فيه الأجزاء الأصلية بتاعت شركة هارلي في أول نسخة ليهم واللي ما عدلوش عليها بعدين، ولما بيجربوا يشغلوه بيلاقوا الموتور شغال عادي جدا وزي الفل، فبيتفقوا انهم يبدأوا من هنا. والميزة في الموضوع المرة دي ان مفيش منافس طالع معاهم ويقرفهم. وفي المشهد اللي بعد كده في القرن العشرين بنعرف ان شركة هارلي لسه شغالة وقادرة تتنافس بقى في سوق الموتوسيكلات الامريكي بالمنافسين اللي فيه. وبعدين بنشوف في سنة 1930 وقت ما امريكا عدت بأسوأ تجربة في التاريخ، فترة الانتكاسة الكبيرة وقت ما الدولار كان في أسوأ حالاته في التاريخ، وقتها الناس كلها افتقرت ومعدل الجرائم زاد جدا، والظروف الاقتصادية الصعبة طبعا أثرت على الموتوسيكلات كلها على مستوى العالم، وده خلى المبيعات كلها في النازل ومبقاش حد عنده شغف يعني يعمل سباقات، وده تسبب في ان عدد كبير من محبي الموتوسيكلات يعملوا أنشطة تانية بالموتوسيكلات بعيدا يعني على الأنشطة الرسمية، وبيبدأوا يعملوا تعديلات على موتوسيكلاتهم بأجزاء مختلفة، وغير كده كمان بيعملوا سباقات مع نفسهم بعيدا عن السباقات الرسمية اللي منظماها أمريكا. بس اللي بيعملوه ده بيكون ضد القانون، بيتبلغ عنهم والبوليس بيعتبرهم مجرمين، وعشان كده البوليس بيمنع أي أنشطة لنادي الموتوسيكلات وبيعتبر ده غير قانوني. وهنا بنلاقي أن وولت ابن وولتر كبر بقى وبقى مراهق، وبينضم هو كمان لنادي محبين الموتوسيكلات. وفي سنة 1930 شركة هارلي بتنتج نموذج جديد، بس من شكله كده بيبقى باين عليه ان في مشاكل كتير مع الزيت، وبل ما بيبقاش مركز لدرجة ان هو بيفوت حاجات زي دي قبل ما ينزلوا المنتج ده في السوق. وفي يوم واحد من شركة مواتير فورج بيجي، واللي وقتها بتبقى اكبر شركة تصنيع عربيات، والراجل ده بيكون جاي ومعاه تصميم لموتوسيكل كده بتلات عجلات اسمه سيرفي، وبعدها شركة فورد بتعرض عليهم انهم يشتركوا ويعملوا التصميم ده سوا، وبيتفقوا في الاجتماع ده ان شركة هارلي هي اللي تبني المنتج من اوله لاخره، وان فورد هي اللي هتشتري المنتجات بتاعتهم وتوزعها هي، وان شعار الشركتين هيتحط على المنتج. بس وولتر ما بقاش عاجبه الاقتراح ده، عشان ده معناه انهم هيضطروا يدفعوا التكاليف الاولية، واحتمال ان الفلوس اللي اتصرفت دي ترجع لهم ما ياخد وقت طويل. بس ارثر ما بيبقاش شايف ان اي فرصة تانية ممكن يستخدموها غير دي عشان ينجوا من الازمة الحالية اللي هم فيها، وبيكون مقتنع ان الفرصة دي هي الفرصة اللي هتساعدهم يقفوا على رجليهم من تاني. وبعد كده لانج بيجي المكتب بتاع شركة هارلي، وبنعرف انه كان صديق قديم ووفي جدا ليهم، وانه لسه راجع من السفر، وانه قابل في الرحلة دي رجل اعمال واللي كان مهتم جدا بانه يشتري رخصة الموتور بتاع هارلي ديفيدسون، وادي دي فرصة شغل تاني. بس على عكس العقد اللي فورد مقدمه ليهم، الشركة دي مش محتاجة من شركة هارلي ديفيدسون انها تدفع اي تكاليف في الاول. بس ارثر بيكون لسه ما عندوش استعداد ان تعب 30 سنة ناس تانية تستخدمه بالسهولة دي، بس رغم كده بيوافقوا على الشغل مع فورد. وفي الناحية التانية بيل ما بيبقاش معاهم في الاجتماع، وبيكون عنده مشكلة تانية مخبيها عن صحابه، وهي موضوع صحة مراته، والاحتمال كبير تطلع عندها سرطان. وفي الوقت ده هو ومراته بيبقوا بيعيشوا أصعب لحظة في حياتهم. وفي المشهد اللي بعد كده المصنع بيجيله 300 موتوسيكل رجعهم تاجر من سانت لويس، فبيضطروا انهم يرجعوا كل الموتوسيكلات عشان الموزع فلس. فولتر وهو بيفكر في الوضع وهو عمال يسوق ويسوق ويسوق، بيقرر ان هو يوافق على الشغل مع شركة فورد. وفي الوقت ده وولت بيبقى بيقرب اكتر من شلة النادي، وبيساعدهم كمان في تصليح الموتوسيكلات بتاعتهم، وبيعلق معاهم المنشورات على الحيطة، وهو عارف ان البوليس هيجري وراه، ولانه يبقى ابن وولتر بيفلت منهم. وفي يوم وولتر بيتكلم مع واحد اسود اسمه ويليام جونسون، وبيكتشف انهم بيعدلوا في الموتوسيكلات لاسباب اقتصادية، ومش عشان بس هم بيحبوا يعملوا كده، وبيعرف كمان الموتوسيكلات اللي بيعدلوا فيها دي هتتباع لو فازوا في السباق، عشان وقتها السعر هيعلى اكيد بعد ما يكسبوا البطولة. وبعد فترة وولتر بيطلب من ابنه ان هو يشتغل معاهم في المكتب عشان يتعلم الصنعة بتاعتهم، بس وولتر بيرفض. بس وولت بيرفض عشان بيحس انه مرتاح في المكان ده، ولانه لسه شاب صغير بيبقى حابب اكتر ينزل الشوارع مع صحابه، والسبب ده بيخلي كل شوية يشد مع باباه. وفي يوم وولتر بيشوف ابنه في المكتب عشان بيكون اصلا راح ينافس في السباق مع صحابه. وبعدها وولتر وارثر بيروح المكان ده وبيقابله هناك جو بيترلي، هو متسابق محترف واللي بيكون هيشارك هو كمان في السباق. وولتر وارثر بيكونوا عرفوا من جو ان المجموعة دي مجموعة شباب بيحبوا الموتوسيكلات وبقالهم كتير مستنين السباق ده،
وإنهم مش بيعملوا كده عشان الفلوس بس عشان بيحبوا الموتوسيكلات. وفي الوقت ده وولتر بيحاول يمنع ابنه من هو يشارك في المنافسة دي، بس وولت بيتحدى باباه. وبعد شوية البوليس بيجي يفض السباق ده عشان يعتبر سباق غير قانوني، وولتر مش بيقبل فكرة ان مجموعة من محبين ماركة الموتوسيكلات هارلي يتقبض عليهم من غير سبب، فبيمنعهم من انهم يقبضوا على الشباب، وبيقول المتسابقين يتسابقوا براحتهم ومعاهم ابنه. وبعدها السباق بيبدأ وويليام جونسون هو اللي بيفوز فيه، والبوليس بيكون وقتها مش عارف يعمل ايه، يقبض عليهم ولا يسيبهم، لان يعني الحقيقة ان مفيش سبب واضح يخليهم يقبضوا عليهم، خصوصا كمان انهم بيحترموا وولتر ديفيدسون جدا. والموضوع ده بيخلي وولت يحترم باباه اكتر ويقدره على حركة الرجولة اللي عملها معاه. وولتر بيوافق في الاخر ان يسيب ابنه يعمل الحاجة اللي بيحبها. وبعد فترة بنعرف ان تعاون فورد مع هارلي عشان ينتجوا الموتوسيكل ابو تلات عجلات ده بيبقى اصعب مع الوقت على شركة هارلي. وفي الوقت ده شركة فورد كمان بتبعت لهم شوية طلبات ليها عايزينها يعني في المنتج، ومرة في مرة بيخلي المنتج يستهلك فلوس اكتر. فبيل وولتر بيبدأوا يتخنوا من الموضوع ده، فولتر بيكلم لانج في الخباسة كده وبيقوله يفتح موضوع الشراكة مع رجل الأعمال الياباني ده. ولما بيتكلم في الموضوع ده مع أرثر الاتنين بيختلفوا مع بعض، عشان أرثر مبقاش عايز باقي البياعين ياخدوا فكرة التصميم بتاعهم. وفي يوم الدكتور بيروح للبيت عند بيل وبيقولهم ان تعب مراته ده من السرطان، وانه مرض تاني اسمه متلازمة باجت، بس ما قدروش يحددوه ده وقتها عشان الأعراض بتاعته نفس الأعراض بتاعت مرض السرطان. بس على الأقل بيل ومراته بيطمنوا لما بيعرفوا إنه من السرطان. وبعد كده هو وزمايله بيحتفلوا بالموضوع ده، وبيل بيرجع الشغل وبيبدأ يدرس المشاريع على طول. وبعدها برضه بيرسم تصاميم تانية للمطور. وفي يوم وهو ماشي في الطريق بيقابل وولت وبيشوف الموتوسيكل اللي راكبه ومعدل فيه، وبلاقي إن الإطار نازل لتحت أكتر عشان الموتوسيكل يتحرك أسرع. وبعدها بيل هارلي بتجيله فكرة جديدة، وفي اليوم ده اللي المفروض هيملوا فيه العقد مع شركة فورد، بيل بيجيلهم كده ومعاه شكل التصميم الجديد، وبعدين بيوريهم النموذج اللي استوحاه من موتوسيكل وولت المعدل. والمرة دي بيل بيكون متفائل جدا وبيقول لهم يلغوا تعاونهم مع فورد ويبيعوا الرخص بتاعتهم للراجل الياباني، ولو التعاون ده اتعمل مع فورد وقتها يضطروا انهم ينتجوا لهم لمدة سنة، وده معناه انهم مش هياخدوا ارباح غير بعد سنتين. بس لو اشتغلوا مع اليابان وقتها يخلوا العاصمة هي اللي تنتج الموتوسيكلات الجديدة بتاعتهم، والنموذج ده هيكون أسرع موتوسيكل اتعمل قبل كده. بيل بيتوقع أن السرعة توصل لمية ميل في الساعة على طريق مسطح. وبعد ما أرثر بيسمع آراء زمايله بيستسلم أخيرا. وبعدها وولتر بيدخل وبيقول للرجالة بتاعت شركة فورد أنه على طول أن شركة يعني هارلي ديفيدسون قررت تلغي المشروع ده مع فورد، وأن الأوراق بتاعت حقوق السيرفي دي هيبقوا يستخدموها في يوم من الأيام بس مش مع فورد. وبعد كده ناس من الشركة اليابانية بتيجي مكتب شركة هارلي عشان يبدأوا شغل على المشروع، وبيعملوا الصفقة زي ما كانوا مخططين بالظبط، والتصميم بتاع هارلي ديفيدسون بتنتجه الشركة اليابانية ريكو، وبفلوس بيع رخص المواتير هارلي ديفيدسون بيبنوا أروش موتوسيكلات في العالم واللي بيكون سريع جدا. وولتر بيجرب النموذج بنفسه وبيسابق الموتوسيكل على الطريق في الشوارع الفاضية وبيتصدم من سرعته، بيحس ان هو ده اللي كانوا محتاجينه من بدري للشركة، وانه بالظبط زي ما كانوا متخيلين قوي وسريع. بس بعد ما بيخلصوا التجربة بيتخضوا كلهم من شكل هدوم وجزمة وولتر عشان بيبقوا مبقعين بقى ومليانين زيت، وبعدين بيكتشفوا ان المواتير بتسرب، وعشان كده بيضطروا يأجلوا نزول المنتج الجديد في السوق. وبعدها فريق شركة هارلي ومعهم بيل بيشتغلوا كلهم على مشكلة الموتور دي، وبيحاولوا انهم يوصلوا لحل بسبب موضوع نقطة ضعف الموتور. وبعدها بيلاقوا اخر مركب محتاجينه عشان يحلوا بيه المشكلة دي، وبيكتشفوا ان هو مركب متغطي بالالومنيوم بيأدي الغرض وبيحل المشكلة بتاعت التسريب بتاعت النموذج، وبيسموه نيكل هيد. وعشان ينزلوا المنتج ده في السوق الفريق بيقرر ما يعملوش الحدث تبع اللجنة، وبيتفقوا انهم يعني يقدموا المنتج ده لمحبين الموتوسيكلات يعني شلة وولت. وفي حدث السباق الأسبوع اللي الشلة بتعمله فريق هارلي ديفيدسون بيجيب المنتج الجديد بتاعهم، وقبل ما السباق يبدأ بينزلوا النموذج على شكل الدمعة والكل بينبهر بشكله الجديد، وبعدهم بيطلبوا من وولت ان هو يسابق بيه. ولما السباق بيبدأ طبعا وولت هو اللي بيفوز. وفي المناسبة دي أرثر بيخلي ويليام جونسون يفتتح هو إطلاق المنتج ويديره، وكده هو يقدر يشترك في السباقات القانونية عادي اللي اللجنة بتعملها. ولما ويليام بيسأل أرثر هو اشمعنى وثق فيه هو
آرثر بيقوله إنه عشان عارف إن ويليام رجل عنده مبادئ، والأخلاق دي هي اللي شركة هارلي بتدور عليها، وإنه مقتنع كمان إن كل عندهم الفرصة إنهم يكبروا أساميهم. وبكده ويليام جونسون بيبقى أول رجل أسود يبقى تاجر مرخص في سوق الموتوسيكلات الأمريكي. وفريق مؤسسين شركة هارلي ديفيدسون بيقفلوا الثلاثينات على الأسطورة دي، لأن النموذج التاني كان مبني على نموذج النيكل هيد اللي عملوه، وجيل اللي بعديه من موتوسيكلات شركة هارلي ديفيدسون بيطوروا وولت. وبس كده يا سادة، بتكون خلصت العظمته بتاعتنا، واشوفكم في العظمته اللي جاية. سلام صاحبي.